تي شي توتو دا مطعم فيه ايه مهم شي توتو ايه مطعم فيه ايه مهم عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيك واللي بيقطع شي توتو شي توتو عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى شي توتو شي توتو عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الاصل وملناش فرع عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل زي ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطو تطو مطعم ايمالو تطو وهم هم وتيتي تطو مطعم فيه ايه هم هم اجمل سمعة بدنيا الدماء عندنا هنا ملاقلم سامع شي توتو شي توتو عندنا شوربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة شي توتو شي توتو عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع شرفتك اسبوع وقلت لك ما اشوفش وشك في المطعم ايوه يا فندم ايه اللي رجعك خالو نجاتي هو اللي رجعني يا فندم خالو نجاتي ده عندكم في البيت عند ماما الرفد بقى اسبوعين اتفضل وانت انا نعم يا عادل بيه انا مش قايل لك تقف استقبال على الباب بره حصل يا فندم ايه اللي دخلك الصاله تاني بتتحداني مستر نجاتي نجاتي هو ايه يكونش نجاتي ده هو صاحب المطعم وانا اللي شغال عنده اتفضل يلا ماشي يا باشا تعال هنا نعم باشا احنا في قهوه بلدي هنا مطعم محترم اتفضل حاضر اي حاجه اقولها لاي حد فيكم بعد كده يقول لي يس سر واضح ان طيبه القلب ما هياش نافعه معاكم من هنا ورايح فيه انضباط فيه التزام فيه رفض يس سير بتعيط ليه قال خلاص وانتوا ايه لسه ما غرتوش هدومكم الساعه 1 الظهر لا 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 كده ازعل احنا جايين من الصبح يا مستر نجاتي مستر نجاتي يلا حد يقول لي خالو مستر نجاتي انت ايه زعلان مع عمك ابراهيم احنا اترفدنا يا مستر اترفدتوا ازاي مين اللي رفدكم مستر عادل وازاي الاخ ده ياخد قرار من غير ما يرجع لي انا مش طرطور في المطعم انا هنا في المطعم ده كل حاجه هو تقريبا لمح بغير كده كان على نسبته
99.4% ياخدها ويبطل يقلب دماغنا. اسمع يا دي انت وهو منك له له ليها 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 له ما حدش يتحرك من هنا خالص. وانت كفايه عياط عشان البصل، خد قشر دي وكلها اما نشوف كلام مين اللي هيمشي. انت ازاي يا استاذ تلغي قرار انا اصدرته؟ وانت ازاي ترجع قرار انا لغيته؟ انت كده ما بتعمليش قيمه في وسط العمال والشغالين. مش فاهم انت بتتكلم معايا بصفتك ايه؟ انا صاحب المطرح، انا صاحب راس المال، المطعم ده هو ملكي انا. الا 0.6% ملكي انا. كان يوم اسود يوم ما استنيتني في المطار. انا ايه بس اللي خلاني امتص في عقلي واكلمك من بره واقول لك ان انا جاي؟ يا ابراهيم العيال تقعد ما حدش فيهم يمشي. لا يا ابراهيم اللي انا رفضتهم يمشوا وانت اولهم. وبعدين عادي احنا كده مش هنوصل لحاجه والمطعم هيغرق اكتر. احنا لازم ننسى انانيتنا ونرجسيتنا ونفكر في مصلحه المطعم. مش كل قرار عشان نتخذه هنتخانق ونختلف فيه. تناسي الشهر اللي فات اختلفنا في نقطه جوهريه حوالين الشركه اللي هتقوم بتنظيف المطعم. انت كنت ميال لشركه كلينكو الايطاليه. انا شخصيا كنت شايف ان الحاج عبد الحميد الزبال هيكون تاثيره اكتر وتاثيره واضح. لا الشركه ولا عبد الحميد جه والمطعم بقى خرابه والزباله ماليه الدنيا ناقص نقدمها للزباين. طول عمرك بتفكر بالشكل ده بشكل عاطفي وغير متطور. انا مالي ان عبد الحميد الزبال له فضل عليك وانك وانت صغير كنت بتجري ورا عربيه الزباله بتاعته. هل معنى ده ان انا اعينه يمسك نظافه المطعم؟ خلاص ما تقلقش انا لقيت حل يريحك ويريحني من كل المشاكل. هتمشي؟ مع ألف سلامة يا نجاتي، مع السلامة والقلب داعي لك، والله هتوحشني، بس كل شيء اسمه نصيب، بس ما تنساش، كل سنتين ثلاثة كده كلمني في التليفون عشان أطمن عليك. مش بالسهولة دي يا عادل أمشي إزاي؟ أنا ما عنديش مانع إني أسيب لك الإدارة، بس مش همشي زي ما أنت فاهم، همشي بشكل قانوني. إزاي يعني؟ نزولاً عن رغبة الشعب. شعب مين؟ احنا نعمل انتخابات ونصوت، يعني انتخابات ديمقراطية نزيهة يشترك فيها كل الطوائف في المطعم. انا موافق فعلا، واللي يختاروه الزباين هو اللي يمشي، لان الزبون دايما على حق والزبون هو اللي بيحدد نجاح المطعم من فشله. وما تنساش العمال والفلاحين وطوائف الشعب العاملة. ودول هنجيبهم منين بقى؟ الشيفات والجرسونات وكل العاملين في المطعم. لا 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 الا دول، دول لا يمكن يصوتوا لان كلهم عملاء ليك. انا ما عنديش عملاء، وهنا كل واحد عميل لمصلحته. عندك ابراهيم ابن اختي لو لقى له مصلحه معاك هيدي لك صوته بدون تردد. انا موافق، بس لما ينتخبوني وابقى انا صاحب القرار النهائي انت مش هيبقى لك حس نهائي. تخش المطعم كأي زبون عادي، تقعد تاكل وتشرب وفي الآخر تدفع حسابك. وإذا أنا كسبت نفس الشيء طبعًا. طيب واللي هيكسب فينا هيقعد قد إيه صاحب القرار؟ 30 سنة على الأقل؟ لا 30 كتير قوي، هي سنة واحدة كفاية. سنة واحدة ده إيه؟ هو يقدر يعمل حاجة؟ يقدر ينفذ استراتيجيته في سنة واحدة؟ خلاص. يبقى 30 اوكي، بس ما يجددش 30 تاني. ساعتك يا فندم، دي صورة عشان دعاية انتخابية. أنا فندم نازل قصاد عادل نور في انتخابات المطعم. طلبات ساعتك؟ إيه ده بقى؟ هتاخد الأوردر بنفسك؟ يا فندم أنا في خدمة الزبون.
انا منهجي ان المطعم كله في خدمة الزبون. ان شاء الله لما هكسب في الانتخابات هيبقى المطعم كله تحت اوامر رجلين الزبون. يا فندم لما كان الأستاذ عادل مدير المطعم أنا لاحظت كتير سعادتك لما كنت بتيجي المطعم تدخل يروح من الباب وتنادي إن حد يعبرك مفيش فايدة، تفضل تزعق وبتنبح وساعات بتكاكي. أنا ببقى زعلان، أنا مرة لقيتك شبه الكتكوت الشركسي الحامل، بقيت أعصابي بايظة مش عارف أعمل إيه، صعبت علي ومحدش سائل فيك. إن شاء الله يا فندم أنا لما هبقى مدير المطعم عندي منهج جديد خالص. سعادتك تنزل من بيتك كول على الموبايل تشيتوتو في الصورة على طول على الشاشة، سعادتك هتلاقي صوت رقيق حنين بيقولك الشاي سخن وجاهز. أي طلبات تانية اضغط على الرقم 2 أو اطلب مساعدة المتر نجاتي. سعادتك توصل بالسلامة، هتلاقي الشاي سخن وكل طلباتك جاهزة. ايه رايك في النظام؟ لا نظام جميل جدا، ده كده ما بقاش مطعم، ده بقى المطعم الالكتروني. اي طلبات تانية؟ لا ابدا، شكرا مستر. انا ليا طلب صغير عن سعد. انا صورتي اهي في الانتخابات يا فندم، اوعى حضرتك تنسى. انا نجاتي رمز الجمل. هيما حبيب قلبي يا هيما، حبيب قلبي يا هيما، ايه الجمال ده؟ صينية بطاطس؟ انتوا بتفطروا صينية بطاطس بالهنا والشفا؟ يا مؤاخذة عليك بيه، اصلا نزلت من غير ما افطر. ومال حبيبي؟ لا ده انت تاكل ومطرح ما يسري يمري، وبعدين كلوا مع زميلكم، كلوا مع ابراهيم، اتغذوا كده ربنا يكبركم ويخليكم ليا. استنى كده، الله حلو قوي، انا كل يوم هاجي افطر معاكم. ابو اعملوا حساب. ايه ده شيف متولي؟ يا شيف متولي بطل، يا شيف بطل البخل اللي انت فيه ده. حاضر. حط لحمه في الصينيه. حاضر. خلي الولاد يتغذوا. حاضر يا عم دي. شوفوا بقى يا حبايب، لما تخلصوا اكل كده وتحلوا اليافطه ده اهي، تبقى تعلقوها لي في مكان بارز في المطعم. خد يا هيما. عليا النعمة، عادل بيه كده كده رجولة يا عم، ده تلاقيه شغل انتخابات وبعد ما يكسب هيورينا الويل. نعلمكم بقى يا جماعة، عادل بيه انسان كويس جدا، بس اللي تم بوظه مستر نجاتي لا مؤاخذة ابراهيم، انا عارف انه خير بس انا دغري والحق لازم يتقال. خالي خالي يا عم، انا هنتخب الاسد، الاسد ده ملك الغابة، وبعدين الجمل ده رمز الصبر وشكله كده هينشفها علينا. انتخابات في المطعم؟ طب والله فكرة روشة قوي، على كده بقى احنا لنا حق نصوت. وانتم من عندي كمان هتنتخبوا مين يا بنات، الاسد ولا الجمل؟ انا بطبعي بميل للاسد بصراحه، عادل بيبقى شيك قوي ستايل. انا هنتخب الجمل بصراحه، مستر نجاتي عامل جو حلو قوي في المطعم. احنا يا فندم بنحاول نجري تجربه ديمقراطيه هنا في المطعم، يعني بنحاول نثبت ان احنا ممكن ان احنا. انت باصص فين؟ ها انا؟ ايوه يا فندم انا بكلمك انت. أنا باصص على التجربة الديمقراطية، أنا معاك يا فندم. أنت من حقك أن تدلي برأيك. يا ريت. يا ريت إيه؟ ده أنت ليك صوت في الانتخابات. انتخابات مين يا عم؟ انتخابات شيتوتو يا فندم، أنت هنا زبون في المطعم ومن حقك أن تدي صوتك يا ليا يا للأستاذ عادل. الراجل ده ما بقبلوش. أنت عارف أنا هديك صوتي ليه؟ ليه؟ لأني بحبك. بارك الله يحفظك. وبموت في طعمتك. لا طعمتي انا مش للدرجات. انت بتبص فين يا استاذ؟ بتضحك عليا؟ قاعد تلاغي البنات في المطعم؟ لا 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 بلاغي ايه، ما تقولش كده، انت عاوز تلبسني تومه؟ منعت منعت. الترابيزه دي ما حدش يخدم عليها غير ولاد بس، ولاد يكونوا رزلين غتتين، وعلى راسهم ابراهيم ابن اختي. ماشي يا جمل، أنا بقى صوتي هيروح للأسد. السيدات والسادة، زباين مطعم تشي توتو الكرام، أهلا بيكم. اسمحوا لي
أكلمكم عن الفترة اللي جاية من عمر مطعمنا الجميل تشاتوتلو. لو شرفتوني بأنكم تدوني أصواتكم وكان لي شرف استمراري كرئيس لهذا المطعم، فأنا بوعدكم بتخفيض الأسعار بنسبة 25% تقديراً للظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بيها زبايننا الكرام، كما أوعدكم بمضاعفة كميات الأكل. وما تقلقوش، اللي هيفيد منكم هتاخدوه معاكم تيكاوي. احنا مجهزين علب تحتفظ بالأكل سخن أو بارد لغاية ما توصل لأولادكم في البيت إن شاء الله. كما أوعدكم بإني هعمل ركن خاص للدروس الخصوصية حتى يتسنى للمدرس والتلميذ أن ينتحوا ركناً قصياً، وهنقدم لهم المأكولات والمشروبات التي تساعد على الاستيعاب والتركيز. أما الحساب فأنا هأجله لغاية إحراز النجاح بإذن الله. كما أوعدكم إني هعمل تقارير مفصلة عن أبنائكم اللي بيشرفونا في المطعم مع صديقتهم، علشان تعرفوا هل العلاقة اللي بينهم علاقة زمالة وصداقة بريئة ولا جواز عرفي. وبهذا يتسنى لنا تحقيق الشفافية بيننا وبينكم. المشكلة التي تواجهكم كيف تركنون سياراتكم؟ يجي الزبون عشان يركن سيارته يلاقي مفيش ولا مكان في الباركن، يقعد يكبد ساعة رايح جاي ومش هيلاقي، يجي بقى السايس يستلمه ويفضل يبيع ويشتري فيه ويبهدله عشان يلاقي له خرم يركن سيارته فيه. انا بقى لقيت لكم الحل، انتوا بس انتخبوني. أي والله انت غيبوني وحجيب سايس لكل زبون، سايس لكل مواطن حسب مقاسه. لو المواطن طويل السايس طويل، لو المواطن قصير السايس قصير، لو المواطن دخين حديله سايسين يقعد يأكل وينبسط ويشرب ويدفع ويطلع يلاقي عربيته مغسولة زي الفل، وكل ده على حساب المطعم. وآخر حاجة الله يستركم، عايز راجل فيكو ابن حلال ربنا يفتحها في وشه ينزلني من على الجمل، لان انا عرفت ازاي اركب ما اعرفش ازاي انزل. يا نجاتي يا جمال انت اللي فيك الامل، يا نجاتي يا جمال انت اللي فيك الامل. نتيجة الانتخابات الخاصة المقامة في مطعم شيتوتو
لاختيار رئيس للمطعم لثلاث سنوات قادمة. بعد انتهاء فرز الأصوات الصحيح، أعلن أنا المستشار سامي أمين عن فوز الأستاذ نجاتي أبو النجا. فوز الأستاذ نجاتي أبو النجا بفرق صوت واحد عن الأستاذ عادل نور. على هذه الثقة العمياء، وبقولها لكم بصراحة أنا فخور بيكم، وإن شاء الله هنفذ كل اللي وعدتكم بيه في حملتي الانتخابية. ومش بس كده، كمان كل اللي وعدتكم بيه الأستاذ عادل نور في حملته هينفذ بالتمام والكمال. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أعلن من مكاني هذا إني بتنازل عن إدارة هذا المطعم لعادل نور، لأن هو اللي حط أساس هذا المطعم، وهو صاحب فكرة تشيتاتا. أنا بشكركم وبشكر مستر نجاتي، وفي مفاجأة الحقيقة، الصوت اللي فرق بيني وبين مستر نجاتي هو صوتي أنا. مين؟ أيوة، أنا اديت صوتي لنجاتي لما حسيت إن هو فعلا بيحب المطعم ده وعاوز يطوره وعاوز يعمل فيه حاجة. وإذا كان نجاتي حملني المسؤولية، فالحقيقة أنا مش هشيل المسؤولية لوحدي، كلنا هنشيل المسؤولية سوا. مش كده وبس، أنتوا زباين المطعم هتتحملوا معايا المسؤولية، يعني أنا هأدير المطعم لحسابكم وهأديره لحساب مصالحكم ورغباتكم، وده بيحقق لينا كلنا إن احنا نشترك جميعا في حكم وإدارة مطعم تشيتاتو. الدنيا كلها بتتكلم عن التجربة الديمقراطية في تشيتاتو. والله الناس محتاجة فعلا الحرية والديمقراطية، بس المهم اللي يوفر لهم المناخ اللي يمارسوا فيه الحرية والديمقراطية. مو أنا جاي لك عشان كده. أنا يا سيدي توكلت على الله وهرشح نفسي في الدايرة اللي فيها مطعم تشيتاتو، وعاوز اعمل المطعم ده مقر انتخابي ليا. عظيم. طب ايه المطلوب بالظبط؟ انا هأجر المطعم ده لصالح ابناء الدايرة، يجوا في اي وقت، ياكلوا في اي وقت، ويقعدوا هنا في اي وقت، وبرضو نتكلم مع بعض سوا هنا عندكم في المطعم. طلباتك؟ شوف، قبل ما نتكلم في اي طلبات مادية، احب الفت نظرك لحاجة مهمة جدا. زبون المطعم اللي مش من انصارك واللي مش ناوي يديك صوت وما نقدرش نمنعه من دخول المطعم، ده حقه، وانت عارف مطعمنا مطعم ديمقراطي. طبعا طبعا، بالعكس، ده انا عاوز المطعم يبقى شغال بشكل طبيعي. طيب احنا بناخد 20,000 جنيه في اليوم ايجار للمطعم. وماله، قوي قوي، انا موافق، انا عامل حسابي. ادي شيك ب10,000 جنيه مقدم. اتفضل يا محمود، اتفضل. مطعم تشيتاتو بقى رمز للديمقراطيه. اتفضل سعادتك يا فندم، طلبات سعادتك اوامر، اتفضل ارتاح. شوفوا الباشا وطلباته اوام. انا عبقري، جينيوس. جينيوس، عملت صفقه للمطعم ب 30,000 جنيه. يا عيني على الجنياصه.
ايوه يا جينيوس، اهو كده الكلام. ايوه وريني الهمه وريني الشغل. اشجيني صفقه ايه؟ مرشح للانتخابات يعمل دعايته الانتخابيه عندنا وهيدفع 30,000 جنيه. تهزر عليا يا نجاتي؟ المرشح ده بتاعي انا. الراجل ده زبوني انا، وانا اللي جايبه بايدي ومقعده بره. مقعده بره ده ايه؟ بطل استهبال بقى وبطل طريقتك دي يا نجاتي. الراجل ده بتاعي انا ولسه خارج من المكتب فورا. يا راجل اذا كنت انا لسه داخل بيه. انت بتتكلم عن مين؟ حلمي سليمان مرشح الدايره. أجر المطعم هنا عشان يعمل فيه دعايته الانتخابية ب 30,000 جنيه ودفع النص أهو. اتفضل، دفع العربون 15,000 جنيه. يا نهار أسود يا بنتي، أنا أجرت المطعم لمرشح تاني. مرشح تاني؟ نزيه وهدان. ماما مية نزيه وهدان. ده المنافس بتاعه، ده ما بيطقش يسمع اسمه. وبعدين يا نجاتي؟ حلمي سليمان هو اللي دافع اكتر، هو اللي يشيل. طب ونزيه ده اللي انا اديته كلمه؟ لا ما يصحش يا نجاتي، اوعى تحطني في الموقف ده، انا ما احبش اطلاقا انقض عهودي. وبعدين تعالى هنا، انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده قبل ما تعملها؟ يعني انت اللي قلت لي؟ اه صحيح. اسمع يا نجاتي، صورناها فرصة عظيمة. ده دي الديمقراطية الحقيقية. الاتنين مرشحين يجوا عندنا المطعم هنا ويعملوا دعايتهم الانتخابية ويلتقوا بأبناء الدايرة، وأبناء الدايرة يختاروا الأصلح فيهم. أنا كنت فاهم إن أنا اللي جينيوس. لا يا راجل، جينيوستي ما تجيش حاجة جنب جينيوستك. أنت جينيوستك رهيبة، أنت سياسي. أنا احترامي ليك وإعجابي بيك بيزيد يوم عن يوم لبشة قد كده. سنة بقى جينيوستي مش سياسية بس، أنا كمان جينيوستي اقتصادية. تصور يا نجاتي، إحنا دلوقتي مأجرين المطعم في اليوم ب50,000 جنيه. يا أبناء دائرة الكرام، أنا ما عنديش برنامج انتخابي، وده لأنكم كلكم عارفين أنكم بالنسبة لي أبنائي وإخوتي، آبائي وأجدادي. أنا بعتبر كل فرد فيكم عيل من عيالي، وعشان كده هقدم لكم زوجتي أم عيالي. السيدة نزيهة وهدان هتقول لكم كلمة. أنا يا إخوان مش حاسس إني بعمل دعاية انتخابية أبداً، دي قعدة عائلية. اتفضلي يا أستاذة نزيهة. أنا مش هتكلم عن نزيه وهدان على إنه جوزي وابن عمي، لا، أنا هكلمكم عن نزيه وهدان اللي قضى عمره كله في العمل العام. نزيه وهدان اللي لما كنت احط له العشاء عشان يتعشى الاقي الدموع نازله من عينيه، اقول له مالك يا ابو تامر؟ يقول لي ازاي ناكل واهل الدايره جعانين. يا ابو تامر يا حنين بيك المجلس يتسيب. يا ابو تامر يا حنين بيك المجلس يتسيب. ايه ده؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ نجاتي يا نجاتي. ايه اللي جاب ده هنا يا نجاتي؟ وايه اللي جاب ده هنا يا سعاده البيه؟ انا مدير الدعايه بتاع حلمي بيه، ومأجرين منكم مطعم يا نجاتي، وانا لن اسمح ابدا باللي حصل ده، دي مهزله. دي اطلع منها انت وانا هتصرف. حلمي بيه، انصار الدايره بتوعك كلهم هنا، عايزك تخش وتكلم الناس. في لحظه هتلاقي كل انصار نزيه وهدان بقوا بتوعك. انا محضر لك المنصه بتاعتك. المنصة بتاعتك جاهزة، خش اديها مناظرة. انت برم هو برم 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 وانت برم برم، تفضلوا برم برم بعض وتخلص عليه ونخلص كل حاجة النهاردة. انت تتكلم صح. يلا يا أسعد. أبناء الدايرة الكرام، شبعنا كلام شبعنا كلام. احنا عايزين المرشح اللي يفعل حاجة فعلا، المرشح اللي فلوسه على الترابيزة،
انتوا بقالكوا قد ايه ما اكلتوش لحمه؟ حلمي بسليمان هو اللي حاسس بيكوا، وعشان كده في اول الكلام عندك كيلو كباب مشكل وحته نيفه وحتتين طرب لكل واحد في الناس اللي قاعده دي. يعني ناكل، يعني نستمتع، يعني نتكيف كلنا، وبعدين نبقى نتكلم في المشاكل. عمر الجعان ما يعرف ياخد قرار في اي حاجه. وقفنا بقى كده، انا قلت انزل بالكباب على طول وهو سخن. لا سمعنا كلام، سمعنا كلام، عايز الفعل. دروس خصوصيه ايه؟ احنا اتربينا على ان احنا نفسر ونشرح لنفسنا المناهج. المذاكره يا ابني انك انت تعرف بنفسك، مش حد يعرفك. ما كل اصحابي بياخدوا دروس، اشمعنى انا؟ عشان انت ابن صابر عبد الصبور. انا عايز همبرجر يا بابا. نعم، همبرجر. بس انا نفسي فيه. يا حبيبي انت لازم تاكل الاكل اللي يفيدك ويقوي جسمك. الاكل زي اي حاجه ليه شخصيه، عشان كده لازم تاكل الحاجه اللي تعملك شخصيه مستقله. لا لا يا عادل بيه، احنا ما اتفقناش على كده. نزيه باشا، انت قدامك فرصه تاريخيه، انت ممكن دلوقتي تحطمه ترضي عليه قدام كل اهل الدايره. ايوه بس لكن مفيش لكن، انت دلوقتي في قلب المعركه. نزيه باشا انزل بالجمبري. شايف كده جنبه المشوي؟ هيخلص يا نزيه بيه، هيخلص خالص. أبناء الدايرة الكرام، هذا هو جمبري مرشحكم النزيه، نزيه وهدان، من أجل مصلحة الوطن ومن أجلكم. جمبري مشوي، جمبري مقلي، رز بالجمبري، ملخية بالجمبري، طاجن جمبري، كل حاجة بالجمبري، سلطة جمبري. هنقلع الجمبري، هنقلع الجمبري، أز جمبري، أز جمبري، وانتخب البيت. احنا الحقيقة كده موقفنا بقى صعب قوي يا حلمي بيه. الجمبري ده ما كناش عاملين حسابه أبدا. يعني إيه؟ أنا شايف إن احنا نعمل دعاية نسقط بيها الجمبري وبعدين نسقط نزيه وهدان. اعمل اللي تعمله. إخواني أنا بأحذركم من الكوليسترول، هذا السلاح الفتاك المسمى الجمبري هو التربة الخصبة لدخول الكوليسترول داخل جسم الإنسان. هل فكر هذا النزيه الوهدان فيما يمكن أن يحدث لكم لو أكل أحدكم الجمبري؟ هل فكر في صحة الشعب؟ إن حلمي سليمان يقدم لكم أفخر أنواع السلطة والفاكهة لتحافظوا على رشاقتكم. إن حلمي سليمان هو مرشح السلطة والرشاقة. إن حلمي سليمان هو مرشح السلطة والرشاقة. إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ قاعدين كده؟ إزاي ما بتاكلوش كباب أو جمبري؟ إحنا طلبنا فول وطعمية، بس الظاهر إن هما في المطبخ مشغولين شوية. فول وطعمية؟ حد يسيب الكباب والجمبري والسلطات والفواكه وياكل فول وطعمية؟ احنا ما طلبناش لا جمبري ولا كباب. لا 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 لا، ده مجانا فري، دعاية انتخابية لمرشحين الدايرة. انت مش حياتك برضو من الدايرة؟ ايوه. طيب اتفضل اطلب كباب او جمبري. انا لا هنتخب الكباب ولا هنتخب الجمبري، انا هنتخب نفسي. هو انت مرشح نفسي؟ غريبة. امال يعني مش شايف لك؟ متشكر حبيبي. مش شايف لك يعني لا يفط ولا ملصقات ولا اي حاجه. واعمل يفط ليه؟ انت عارف حضرتك القماش اللي بيعملوا بيه اليفط ده ممكن يلبس كام عيل من الولاد المتشردين في الشوارع. ايوه بس الناس بتعرفك ازاي؟ انا كتبت برنامجي الانتخابي بخط ايدي وعملت منه نسختين بس. نسختين؟ ايوه، اصل وصورت صوره. اللي عايز ياخد الصوره يصورها لنفسه او لغيره. ممكن اعرف برنامجك الانتخابي؟ اه طبعا، دي مجرد نقط اساسيه، التفاصيل بقى هيحطوها الخبراء. واحد، عدم تقديم اي تنازلات تحت اي شكل من اشكال الضغوط قد تمس امن الوطن وسلامه حدوده واراضيه. اثنين، الاستغلال الامثل للطاقات البشريه في مصر واتاحه الفرصه للعلماء والمفكرين لقياده حركه التطور والتنميه في مصر. ثلاثه، وضع ضوابط للاستثمار في المجالات التي تعود بالفائده على المستثمر وخلق فرص عمل حقيقية في نفس الوقت. التعليم أساس تقدم الأمة. تسمح لي؟ تفضل. لو سمحت ما
تنساش بس توصيهم على الفول والطعمية وخليهم يزودوا الزيت والليمون. يا أيها السادة، يا أيها السيدات، الظهر اللي احنا لازم ننزل بالتقيلة مدام رونيا. إنه لشرف كبير. مدام رونيا مين؟ إيه شعور نزيه عن مراته اللي واقفة جنبه في الانتخابات لما تعرف إنه متجوز عليها واحدة تانية في السر؟ يا ابني الأبالسة، أسعد سعادة ده سره باتع. رونيا هتيجي تفضح جوزها لي لما نزيه بيه يكتب كل أملاكه لنزيها مراته ورونيا تطلع من المولد بلا حمص، يبقى إيه الموقف؟ الله، شيء رائع، هاي محترم يا عادل. لما اكون مهموق في الشغل ومدموج ومنغمس في الشغل ما احبش حد يقاطعني. نعم سيادتك، عايزني ليه؟ صابر عبد الصبور. مين صابر عبد الصبور؟ المرشح الثالث. مرشح ثالث يا عادل، احنا عارفين نلحق على المرشحين الاثنين اللي عندنا. يا راجل الشيفات مش مقضيين في المطبخ، ده طريت انا بنفسي اشرف، وانا ما بعملش كده الا في المؤتمرات والمواسم بس. انما زود البصل يلا. اضطريت بنفسي اشرف حتى عشان الحق عليهم، ده الاثنين المرشحين هيفطسوا الناس من كتر الاكل والطلبات. لا بس صبر عبد الصبور حاجه تانية، صبر عبد الصبور مش محتاج المطعم في حاجه. لا امال هيعمل دعايته الانتخابيه في ايه؟ صبر عبد الصبور راجل مختلف عن الاثنين التانيين، ده راجل بسيط قاعد هو واسرته في المطعم، قعده لطيفه لذيذه هاديه، وطالبين فول وطعميه علشان ياكلوا. يا عم المطعم شغال على الجمبري والاستاكوزا والكباب، هيعمل ايه بتاع الفول ده؟ هيعمل كتير. صبر عبد الصبور ده بيحب الناس بجد وعاوز يعمل حاجه بجد. انت مخك لاسع يا عادل، ارجوك سيبنا نشوف اكل عيش. ما هو ده برضو اكل عيشنا يا نجاتي. صبر عبد الصبور ده هينفعنا اكتر بكتير من الاثنين المرشحين التانيين. ازاي يا جينياس؟ صبر عبد الصبور بقولك عاوز يعمل حاجة، الاتنين التانيين دول ممكن يدفعوا لنا فلوس ويأجروا المطعم ويعملوا دعايتهم الانتخابية، لكن أول ما واحد فيهم ينجح مش هنشوف وشه. واحنا عايزين إيه من وشه ولا حتى من قفاه؟ لا عاوزين كتير، عاوزين الطريق اللي ورانا ده يترسف، المجال اللي طافحة بره دي لازم تتصلح، الشباب العاطل اللي في الحتة لازم يشتغل وينتج، وده اللي هيعمله صابر عبد الصبور. أنت قصدك إيه؟ قصدي إيه؟ ان انا نويت رجاتي والنية لله ان انا اعمل دعاية صابر عبد الصبور على حسابي. برضو قرار فردي؟ احنا مش اتفقنا ان اي قرار لازم نتفق عليه احنا الاثنين؟ ده مش قرار فردي يا رجاتي، ده قرار عام. اقرا البرنامج الانتخابي بتاع صابر عبد الصبور وفكر فيه كويس وبعدين خد قرارك. حلم سليمان الرجل الذي يعمل في النور. حلم سليمان الرجل الذي تزوج مرة واحدة من إنسانة فاضلة. هذا الرجل الذي تثق فيه أسرته وبالتالي تثق فيه دائرته. أما هذا النزيه الوهدان فليقل لنا من هي رونيا عبد ربه. مين رونيا عبد الرب دي يا نزيه بيه؟ وإيه حكاية الورقة دي؟ دي 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 لعبة حقيرة، ده كذب، ده ابتساس، العقد ده مزور يا نزيهة. يا أهالي الدايرة الكرام، العقد ده مزور. أيوة، ومن كانت هنا تدعى رونيا عبد ربه فلتتقدم فلتريني نفسها. يا نزيهة وحدان بقى كل حركة تبتعلي مراتك القديمة، وأنا ما عادي في شقة أجار وجايب لي عربية نص عمر، إيه عايز تطلعني من المولد بلا حمص؟ هلا 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 يا نزيه بيه، انت بتجوز عليا في السر يا نزيه يا وهدان. هتقول ايه بقى يا نزيه يا وهدان؟ ادي الجمل وادي الناقه، دول مش ناقه واحده، دول ناقتين. اتجوزت عليا يا جدعه بعد ما عملتك بنات. لا دي اخرتها يا راجل يا سيدي، من اهل الدايره مش كفايه راضي يا بيه؟ تعرفوا ان فلوسي كلها فلوسي انا، انا اللي عملته. يا حيوان يا واطي، انت ما عندكش دم يا مات. نزل لكل اهل الدايره طقم القهوه ساد على حسابي. بس انا خايف نزيه وحلمي لو عرفوا باللي بنعمله ده.
يتفلقوا. احنا مأجرين لهم المطعم بس مش هننتخبهم. طيب هنوزع الورق على ابناء الدايره ازاي؟ في المنيو يا نجاتي. انا عاوز الزبون من دول قبل ما يختار الاكل يختار صابر عبد الصبور في المنيو والزبون يختار. طب افرض الزبون يختار ياكل صابر عبد الصبور؟ بصراحه كانت ضربه معلم منك. كله بتمن يا باشا، 200,000 جنيه بس. كام ده؟ انت منشار يا اسعد. طب والله انا رجاله نزيه وهدان حطوا قدامي 500,000 جنيه على اني اديهم اي حاجه ضدك، وانا عندي ما يثبت ان انت هربان من الجيش، بس انا والله ما رضيت اوريهم ولا اقول لهم اي حاجه. طب خلاص خلاص، عايزين بقى نتكلم مع الناس. حلمي حلمي يا سليمان، خد صاروخ على البرلمان. الله، هما ما بيسقفوش ليه؟ الاكل كبس بس على المراوح. ما تخافش ما تخافش، شوف دي شوف دي شوف دي. حلمي بسليمان مصر على ان الشعب كله لازم يحلي. نزل حلو يا ابني. لا لا مش عايزين منك، مش عايزين حاجه، مش عايزين حلويات، مش عايزين اي حاجه. ايه ده؟ هو في ايه؟ دي اول مره تحصل في التاريخ السياسي كله ان ابناء الدايره يرفضوا حاجه ما يقدمها لهم مرشحهم. انا قلبي مش مطمن يا اسعد. طب شوف دي، يلا معايا. تنتخبوا مين؟ ده مفيش حد برضه رد ورانا. مش قلت لك في حاجه؟ اتفضل يا استاذ صبر، البرنامج الانتخابي العظيم بتاعك في ايدين الناس. تنتخبوا مين؟ صابر بيه. عجبكم مين؟ صابر بيه. تنتخبوا مين؟ صابر بيه. لا كباب انتخابات ولا جمبري انتخابات ولا حتى صابون انتخابات. المرشح اللي بينتخبوه لازم يكونوا الناس عايزينه بجد وفاهمين هم عاوزينه ليه. صح 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 صح, 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 صح. نزيه بيه رفض يدفع باقي الحساب، وحلم بيه كمان حلف ما هو دافع اللي عليه. انما بقى الاستاذ صابر أصر يدفع ثمن سندوتشات الفول والطعمية اللي طلبها. والإيراد كام؟ دافعين من جيبنا 44,000 جنيه. دي الديمقراطية مكلفة وحرقة قوي، بس لو حسبنا المصروفات والإيرادات والنتائج هنطلع كسبانين يا نجاتي. كسبانين إزاي؟ كسبانين النائب المحترم صابر عبد الصبور. Spot on.